تعال نشوف اللي بعده حزمه من الاجراءات الماليه والحمايه الاجتماعيه بزياده الدعم للتعامل مع تداعيات الازمه العالميه انا اتذكر جدا الاخوان واشباههم وبعض الناس اللي انا بستغرب بتتبنى كلامهم ايه الحق السيسي هيلغي الدعم هيتخلى عن المواطن. طيب هي حصلت امتى من 2014 لحد هذه اللحظه؟ مش هقعد بقى اكلمك على البرامج المختلفه جوه وزاره التضامن الاجتماعي زي تكافل وكرامه اللي عمال بيزيد بالمناسبه، بيزيد مش بس في المبلغ اللي بيصرف للاسره، لا ده احنا بيزيد كمان في عدد الاسر اللي بتضم لهذا البرنامج وغيره، دي اسمها برامج الحمايه الاجتماعيه، تعالى نشوف كده نسبه الزياده في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه، النسبه مش بس الرقم. 14.3 وثلاثة من عشرة في المية كنا 311.5 ونص مليار إن شاء الله 356 مليار جنيه لو بتسألني أقولك أتمنى إن أنا أشوف في يوم من الأيام مفيش حاجة اسمها دعم خالص اللي تقول لي إزاي يوسف أنت مفتري أنت ظالم إيه أنت إيه أقولك لا ده أنا نفسي ما يبقاش في دعم عشان ما يبقاش في مواطن أصلا محتاج الدعم ده حلم حياتي من وانا قد كده بجد والله العظيم هزار وانا هتبلشفت ليه عشان نفسي ما نشوفش فقر في مصر امل حياه اهلي وده حرفيا امل حياه اهلي يعني انا وابويا وامي واخواتي نفسنا ما نشوفش فقر في البلد امل حياتنا فلما تيجي تقول انه انا طول الوقت قاعد عمال ايدي بايد المواطن ايدي في ايده انا حاسس بمعاناته فمد مظله الحمايه الاجتماعيه فبدل 311.5 هخليها 356 مليار فتبقى نسبه الزياده 14 وتلاتة من عشرة تعال نشوف مخصصات مالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز هيلغي بطاقة التموين هيلغي العيش المدعم تسعين مليار جنيه البتاعة دي بالنسبة لي مزعجة لازم إيلون ماسك يخترع علينا حاجة ما نحتاجش بيها البتاعة دي المهم تسعين مليار جنيه تعال نشوف مخصصات تمويل برنامج تكافل وكرامه اللي لسه كنت بقول لحضرتك عليه لتقديم الدعم النقدي الشهري لكام بقى؟ 4 مليون اسره. هتتضمن ال 4 مليون اسره دول 450 الف اسره جديده في البرنامج. لو انا قلت المتوسط العادي للاسره المصريه قد ايه؟ اربعه صح؟ اب وام عيلين، متوسط عادي يعني مش الزياده. طب ممكن تضرب أربعة في أربعة يعني 16 مليون مواطن مشمولين تقريبا مشمولين في برنامج تكافل وكرم بكام؟ ب 22 مليار جنيه دول ما لهمش علاقة بال 90 مليار اللي فوق بتوع السلع التموينية والخبز ده حاجة ودي حاجة طيب 2 مليار جنيه تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال ستة مليار جنيه علشان نستمر في دعم تنشيط الصادرات المصرية وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين أنا بحاول أخفف عن المنتج المصنع المصدر ده قدر الإمكان علشان خاطر يقدر ينتج ويصدر وأقلل الأعباء اللي عليه فيزود من حجم إنتاجه يزود من حجم صادراته يدخل لي عائدات وإيرادات أكتر. برنامج توصيل الغاز للمنازل واللي بيستهدف توصيل الغاز ل أسف لواحد واتنين مليون أسرة، يعني مليون ومتين أسرة. تكلفته قد إيه؟ تلاتة ونص مليار. طيب. الدعم النقدي ودعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي بيستهدف دعم كام بني آدم؟ 120 ألف وحدة سكنية مدعومة. الدعم النقدي ده تكلفته قد ايه والدعم النقدي ودعم المرافق كام سبعة وثمانية من عشرة مليار دي مظلة حماية اجتماعية بتروح لمين بتروح لأهالينا بس أهالينا اللي يستحقوا الدعم قديمه بقى كان ايه كله على كله ولما تبقى تشوفه بقى قوله مش ده المهم ياخدها الغني ياخدها اللي مش محتاج مش مشكلة مش الحكاية مظبوطة وبنقسم مع بعض جينا